مرحبا. بأدار حط الموائد على باب الدار، هيك بيقول المثل. توقع دراسة جديدة نشرتها مجلة طبية بريطانية عن إمكان وفاة نصف مليون شخص حول العالم بحلول العام 2050 بسبب تغير المناخ والاحتباس الحراري والثقوب بطبقة الأوزون، لأنه الحرارة المرتفعة عم بتؤدي إلى تراجع أعداد الفاكهة والخضار، وهالنوع من الأطعمة بيحمي من عدة أمراض. أمام هالمواقف أو هالقصص اللي عم بتصير، لفتت الدراسة إلى المخاطر الصحية اللي عم بسببها تغير المناخ، ورح يؤدي إلى أكبر تهديد صحي بالقرن العشرين، إضافة إلى الفيضانات والجفاف وانتشار الأمراض المعدية. بالعودة لطقسنا، كتل هوائية دافية نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الجاية. الحرارة معتدلة وعم ترتفع، رطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة 120 درجة. اليوم طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلات الموسمية وتكاثف طبقات الغبار خاصة جنوب وشرق البلاد. نبقى هلا بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12، على المرتفعات 9، بالبقاع عم بتسجل 8 والأرز 4، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. إذن 23 التل، عين كفاع 22، العربانية 22، الروشة 25 درجة، ومننتقل من بعدها إلى رميلة 23، نقورة 23، أنصار 21، العربانية 22، عرسال 19، وأهدن 14، جبيب 23. رطوبة بتتراوح بين 45 و70%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و45 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون شمالية شرقية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 12 أقصاها 25، نهار الأربعاء بتتراوح بين 14 و27، والخميس بين 13 و23 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من الكويت 26، بغداد 24، وعمان 21، طرابلس 19، الجزائر 11، الرباط 16، باريس 8، لندن 7، وبرلين 7. وهيدا كان كل شي. باي.